أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من مستقبل الطاقة، وهذه أبرز ملفاتنا. لماذا تريثت أوبيك بلس في التوصية بتمديد تخفيضات الإنتاج؟ وهل تتعاون روسيا؟ ومشروع البحر الأحمر يوفر 100% من حاجته للطاقة من المصادر المتجددة، لكن بأية تكلفة؟ انتهى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبيك بلس من دون أي توصية لاجتماع ديسمبر المقبل في شأن تخفيضات الإنتاج. هذا على الرغم من أن اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد قبل يوم واحد وضع توصية بتمديد التخفيضات استناداً إلى تقييمها لاستمرار فائض المعروض في الأسواق. تريث أوبيك بلس يعكس استمرار المباحثات بين القوى الرئيسية حول السياسات المقبلة وحول أساسيات السوق. القيادة السعودية لجهود أوبيك بلس أثمرت في إبريل الماضي الاتفاق التاريخي الذي أعاد التوازن إلى السوق، لكن في الظروف الراهنة ثمت عوامل كثيرة تستحق الترقب، منها التطور في توفير اللقاح لكورونا والمدى الذي ستصل إليه الإغلاقات في غرب أوروبا وعدد من الولايات الأمريكية الكبرى، وأيضا سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة في الملف الإيراني وسواه، وأيضا العودة السريعة للإنتاج الليبي والذي تجاوز 1,200,000 برميل يوميا. لكن يبقى الاستعداد الروسي لخفض الإنتاج أساسيا لإنجاح أي اتفاق، فإلى أي حد هي مستعدة للتعاون هذه المرة؟ في شهر إبريل الماضي وافقت روسيا على أكبر خفض للإنتاج النفطي في تاريخها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، ومع ذلك تعد اليوم أكبر منتج للنفط في العالم نظرا لتراجع إنتاج النفط الأمريكي بشكل كبير. لكن إلى متى تستطيع موسكو الحفاظ على هذا الموقع؟ دخلت روسيا في أول مفاوضات لها على الإطلاق مع أوبيك مطلع عام 2016، حين كانت الأسعار قريبة من 30 دولاراً، وهو سعر لا يكفي احتياجات موسكو المالية، لأن سعر التعادل لميزانيتها كان يتراوح في ذلك الحين بين 30 و 40 دولاراً. وبعد أشهر طويلة من الأخذ والرد تم التوصل إلى الاتفاق التاريخي في ديسمبر من عام 2016، والذي ولد معه تحالف أوبيك بلس وقضى بخفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا. وكانت مشاركة روسيا في الاتفاق تقدر ب 300,000 برميل يوميا. المحطة الأخرى المفصلية كانت في الأسابيع الأولى لجائحة كورونا، ففي اجتماع عاصف في مارس من عام 2020 لم تبدي روسيا استعدادا للمشاركة في خفض كبير للإنتاج استجابة للانخفاض الكبير المتوقع للطلب على النفط. خرج الجميع من الاجتماع من دون قيود على الإنتاج، فكان إبريل الأسود لأسواق النفط إذ انخفضت أسعار الخام الأمريكي للمرة الأولى في التاريخ دون الصفر. هنا عادت روسيا إلى الواقعية ووافقت في اجتماع أوبيك بلس التاريخي في 10 إبريل الفائت على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، وشاركت في التخفيضات ب 2.5 مليون برميل يوميا. السؤال، لماذا كانت روسيا ترفض تقليديا خفض الإنتاج؟ وكيف اقتنعت بالتعاون مع المنتجين الآخرين في إطار أوبيك بلس؟ إدارة كفاءة الإنتاج في روسيا ليست مسألة سهلة، فالشركات النفطية الروسية تحتاج إلى استثمارات هائلة للحفاظ على مستوى الطاقة الإنتاجية عند مستوياته الحالية قرب 11.5 مليون برميل يومياً. وتحدد وزارة الطاقة الروسية هدفاً للشركات هو الإبقاء على الطاقة الإنتاجية عند 11 مليون برميل يومياً حتى عام 2030. لكن هذا الهدف ليس سهلاً على الإطلاق، إذ تشير توقعات بيوت الخبرة إلى أن تقادم الحقول سيؤدي إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بنحو 2.5 مليون برميل يومياً بنهاية العقد الحالي، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في آبار جديدة لتعويض هذا النقص. وبسبب المناخ البارد وطبيعة المنشآت القائمة، تواجه الشركات الروسية صعوبة كبيرة في استعادة طاقتها الإنتاجية بعد كل تخفيض للإنتاج،
ولذلك تبدي الشركات معارضة كبيرة لأي قرار بالتخفيض. أحد الحلول التي يعتمدها القطاع حاليا هو حفر الآبار وتركها من دون تطوير إلى حين تعافي الطلب. وتشير التقديرات إلى أن في روسيا 2700 بئر غير مكتملة وتنتظر الوقت المناسب للتطوير. حول اجتماع أوبيك بلس مشاهدينا تحدثت إلى أندي كريتشلو من S&P Global Platts وسألته بداية عن توقعاته لاجتماع أوبيك بلس المقبل، هل سيكون على شاكلة اجتماع مارس الماضي الذي انتهى من دون اتفاق أم على شاكلة اجتماع إبريل الذي انتهى من الاتفاق التاريخي لخفض الانتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا؟ لنستمع لماذا أجاب. Well, I think that there needs to be some resolution on the schedule. أعتقد أنه لا بد من اتخاذ قرار في شأن الجدول الزمني من حيث مراجعة المقترحات لتجميد تقليصات التخفيضات بنحو 2 مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر أو 6 أشهر. يحتاج الأمر إلى مزيد من النقاش حول الطلب. الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي قال إن الدول الأعضاء يجب أن تكون جاهزة لاتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة المتغيرات في أسواق النفط. الوضع غير ثابت في الوقت الحالي، هناك المزيد من الإعلانات في شأن لقاحات كورونا، وهذا إيجابي بالتأكيد للطلب على النفط لأنها ستعيد اقتصادات الدول المستهلكة إلى طبيعتها مجددا. لكن لدينا رسائل مختلطة كذلك في شأن مشهد الطلب العالمي، وكلها تدخل في اعتبارات أوبك. بشكل من الأشكال عليهم الاستمرار في الحالة الهجومية قبل اتخاذ قرار واضح، لأن الأسعار الراهنة عند المستويات الحالية حتى بعد الارتدادات الإيجابية قرب 45 دولارا للبرميل تبقى أقل من أسعار التعادل للميزانيات الحكومية في الدول المنتجة. وفوق ذلك يجدر النظر إلى المخزونات النفطية والتي تقدر S&P Global Platts أنها أعلى ب 630 مليون برميل من مستويات ما قبل كوفيد، وهذا على الرغم من انخفاضها ب 225 مليون برميل نتيجة الإجراءات المتخذة. بما أنك ذكرت لقاح فايزر، طبعا جاء إعلان فايزر ومن ثم بعد أسبوع جاء إعلان موديرنا ورأينا تفاعل في أسواق النفط، تفاعل ممتاز، ولكن السؤال هل اللقاح يغير شيء من أساسيات السوق النفطية؟ potentially it could you know I think that the issue here is clearly around lockdowns in Western Europe. You know, you have نعم ربما الأمر يتعلق كما هو واضح بالإغلاقات في غرب أوروبا. هناك العديد من الدول في تلك المنطقة في حالة إغلاق حاليا. صحيح أن الطلب على النفط لم يتأثر كما حدث سابقا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حين انخفض الطلب بشكل دراماتيكي إلى ما بين 70 و75 مليون برميل يوميا. لم نرى شيئا من هذا هذه المرة، لكن هناك إشارات مقلقة، منها زيادة مخزونات الخام الأمريكي ب 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 من نوفمبر، وكان هذا الارتفاع أكبر من متوسط توقعات المحللين في مسح S&P Global Platts والذي كان بحدود 1.5 مليون برميل. هذا يشير إلى أن المخزونات ترتفع بأكثر مما يتوقعه المحللون في هذا الوقت من السنة. لكن كما تعرفون كلما كان الوصول إلى لقاح كورونا أسرع كانت العودة إلى النشاط الطبيعي أسرع، والعامل المهم هنا هو عودة نشاط الطيران والذي لا يزال يشكل ثقبا كبيرا في الطلب. ما هي العوامل التي تؤثر في القرار الروسي فيما يخص الإنتاج، مع العلم أن هناك محادثات دائمة بين وزارة الطاقة الروسية وأيضا الشركات النفط الروسية حول السياسات المستقبلية؟ Well, you know, I think it's a fascinating situation in Russia at the moment. Obviously, we have a change in the. إنه وقت مثير للاهتمام في روسيا. هناك تغيير في وزارة الطاقة ما تولي ألكسندر نوفاك منصب نائب رئيس الوزراء، وهناك وزير جديد سيتولى المنصب. نسمع أن نوفاك سيظل له دور في محفظة الطاقة الروسية، لكن إلى متى؟ بالطبع في بداية العام كانت العلاقة بين أوبك وروسيا تبدو هشة، حتى بدا وكأن هناك حرب أسعار. فماذا كان الدافع لذلك؟ الدافع هو توقعات للطلب قبل جائحة كورونا والتي لم تتحقق بعد أن ضربت الجائحة الاقتصاد بقوة، فكان من مصلحة الجميع ضمن تحالف أوبك العمل معا لدعم الأسعار.
to support prices. هل من السهل على شركات النفط الروسية استعادة مستوى الإنتاج الطبيعي بعد الخفض؟ Russia's oil industry is incredibly flexible. شركات النفط الروسية مرنة للغاية. من الأسهل عليها أن تضع المزيد من براميل النفط في الأسواق من أن تسحبها. شركات النفط في روسيا لديها توجه لإنتاج المزيد من النفط، وهي تأمل أن تتمكن من زيادة الإنتاج سريعاً. انتهى اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك بلس بدون توصيات رسمية، هذا على الرغم من التوصية من اللجنة الفنية بتمديد اتفاق أوبك بلس الحالي لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر. كيف تفسر ما حدث؟ I think there's just too many moving parts at the moment. I think it's very difficult coming into, you know, we're fourth quarter now. أعتقد أن هناك الكثير من العوامل المتحركة التي يتفاعل معها الطلب. هناك لقاحات كورونا، وهناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة، ونترقب تنصيب الرئيس الجديد في يناير. أعتقد أن كل هذه العوامل تؤثر في تفكير أوبك بلس، ولهذا هم حذرون جدا في اتخاذ أي إجراء إضافي. لا يريدون اتخاذ انعطافات إذا لم تأخذ السوق الاتجاه الذي يريدون. لذلك من وجهة نظر مراقب خارجي، أعتقد أن تصرفهم حصيف. So I think you know from an external point of view it looks very prudent what they're doing at the moment. وزير الطاقة الإماراتي قال إنه يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا أولا تعهدات خفض الإنتاج بشكل كامل قبل الموافقة على أي تغيير أو تمديد للاتفاق الحالي. هناك العديد من دول الأعضاء ما زالت تعوض عن عدم التزامها بكوتا الإنتاج مثل أنغولا، نيجيريا والعراق. ففي ظل ما قاله وزير الطاقة الإماراتي، هل ترى تمديد لاتفاق أوبك بلس الحالي؟ بالاستناد إلى الأساسيات، لا سيما بيانات المخزونات، أعتقد أنها خطوة حكيمة. أسعار النفط ما زالت بعيدة عن أسعار التعادل لميزانيات الدول المنتجة الرئيسية في الخليج مثل الإمارات والكويت والسعودية. وروسيا بالكاد تستطيع تأمين استدامة اقتصادها عند هذا المستوى للأسعار. ولذلك أعتقد أن من المنطقي لهم الاستمرار في السياسة الحالية. هل يمددون التخفيضات لثلاثة أشهر أو لستة أشهر؟ هذا يعتمد إلى حد بعيد على كيفية استجابة الاقتصاد للأنباء عن اللقاحات والأنباء عن إنهاء الإغلاقات. ما تعلمناه من فترة كوفيد في 2020 هو أن من الصعب جداً التنبؤ بحال الأسواق، ولذلك من المنطقي الإبقاء على الحذر. ولنتذكر أن أسعار التعادل لميزانية معظم الدول المنتجة الرئيسية قريبة من 80 دولاراً، ولذلك من الأفضل إبقاء التخفيضات لوقت أطول. لابد وقت. فاصل قصير نتابع بعده مستقبل الطاقة ونتحدث عن المشروع الطموح للطاقة المتجددة في وجهة البحر الأحمر، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مشروع البحر الأحمر في السعودية ليس فقط واحداً من أضخم المشاريع السياحية في العالم، ولكنه أيضاً أحد أهم مشاريع السياحة المتجددة على الإطلاق. ماذا نعني بالسياحة المتجددة؟ ببساطة سيعتمد المشروع العملاق على الطاقة المتجددة بنسبة 100%. هذا يشمل الكهرباء المستخدمة في المشروع وإنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي وأنظمة تبريد المناطق أو district cooling ل16 فندقاً. وخلال الأيام الماضية منحت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدها الأعلى قيمة حتى الآن بنظام الـBOT إلى اتحاد تقوده شركة أكوا باور لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية لمرافق خدمات مشروع البحر الأحمر بما في ذلك المطار الدولي.
وسيتم توليد الطاقة من خلال ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح لتلبية الطلب الأولي البالغ 210 ميجاوات، ومن المتوقع زيادة الطلب مع تقدم المشروع ليصل في مرحلة لاحقة إلى 400 ميجاوات. ويشتمل العقد على تسليم أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، ما سيمكن مشروع البحر الأحمر من توفير الكهرباء على مدى 24 ساعة والاستقلال بشكل تام عن محطة الكهرباء الوطنية والاعتماد بالكامل على الطاقة المتجددة. مشروع البحر الأحمر سيستقبل أول ضيوفه بنهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، وسيتم افتتاح الفنادق الـ 12 المتبقية مقرر استكمالها في المرحلة الأولى في عام 2023. وفي عام 2030 سيكون هناك 50 فندقاً توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني في 22 جزيرة وستة مواقع في البر الرئيسي. في حديث مع العربية أشار جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، أشار إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في المشروع قد يصل في مرحلة لاحقة إلى 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بالتأكيد التخزين يلعب دورا محوريا في الاستفادة الكاملة من الطاقات المتجددة، فقد تعهد مشروع البحر الأحمر بالتوجه 100% نحو الطاقات المتجددة 24 ساعة يوميا، وسنقوم بتوليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وحتى نتمكن من إمداد الكهرباء ليلا سيكون لدينا أكبر منظومة بطاريات لتخزين الطاقة في العالم حتى هذه اللحظة، وستكون قدرتها 1 جيجاوات ساعة مكونة من بطاريات الليثيوم بشكل أساسي، وستتمكن هذه المنظومة من تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية أثناء الليل. وبحسب علمنا فهذا يجعل مشروع البحر الأحمر أكبر وجهة سياحية في العالم ستعمل على الطاقات المتجددة 100%. إذن لن يكون لديكم أي مولدات احتياطية تعمل على الوقود الأحفوري أبداً؟ حسناً، نحن سنعمل 100% على الطاقات المتجددة، ولكن سيكون لدينا مولدات احتياطية تعمل على الديزل العضوي، وتلك المولدات لن تستخدم إلا في الحالات الطارئة، مثلاً خلال العواصف الرملية أو الغبار الكثيف، والتي قد تؤثر على الطاقة الشمسية خلال النهار. ولكن نحن ننعم بطقس معتدل جداً طوال العام، وتصل درجات الحرارة خلال الصيف إلى نحو 30 درجة مئوية، ولا تهطل الأمطار إلا قليلاً، لذا نتوقع أن نعتمد على البطاريات في أغلب الأوقات. لماذا قررتم أن يعمل المشروع 100% على الطاقات المتجددة؟ ما هي مبررات هكذا قرار، ليس فقط من الناحية التسويقية بل أيضاً من الناحية العملية والتكاليف؟ برأيي لقد استغللنا جميعا عالمنا ومواردنا الطبيعية لوقت طويل جدا. لقد تم إزالة مئات الغابات حول العالم، ملايين الأفدنة، وقد قضى الإنسان على نحو 85% من الأراضي الرطبة عالميا. وفي ضوء جائحة كورونا أعتقد أننا أفقنا من تلك الحالة نوعا ما، وهي خطوة مهمة لنا جميعا نحو تغيير واقعنا وتغيير كيفية الإدارة السابقة لأعمالنا. فعلينا أن نثمن رؤوس أموالنا الطبيعية كما يجب، وهذا مهم جدا. لذا فاتجاهنا في مشروع البحر الأحمر نحو 100% طاقات متجددة ما هو إلا لقيادة العالم في اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة التغير المناخي والأزمة البيئية التي يواجهها العالم بأسره. هذه هي الإجابة على سؤالك، هل هذا يرفع من كلفتنا؟ بكل تأكيد، ولكننا نعتقد بأننا نفعل ما هو صحيح، وفي النهاية أعتقد بأن السائح سيحترم خياراتنا وسيأتي إلى وجهتنا بسبب التزامنا بكوكبنا. المرحلة الأولى من مشروع الطاقة يصل إلى 210 ميجاوات، ولكن إلى أي حجم قد تصل الطاقة عند انتهاء مشروعكم عام 2030؟ إذن 210 ميجاوات وهو ما نحتاجه في المرحلة الأولى للمشروع، وهذا الرقم قد ينمو إلى 400 ميجاوات في نهاية المطاف. ولتدرك حجم المنشأة، هذا يكفي لتزويد 400 ألف منزل متوسط الحجم. كيف ستقسم الطاقة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع البالغة 210 ميجاوات بين الرياح والشمس؟ وهل إنتاج الطاقة الشمسية سيكون عبر الألواح الفوتوضوئية أم من الطاقة الشمسية المركزة؟
وماذا عن الرياح؟ هل ستكون على اليابسة أم بحرية؟ إنتاج الطاقة الشمسية لدينا سيكون من خلال الألواح الفوتوضوئية وليس من خلال الطاقة الشمسية المركزة، وستبلغ نسبتها من الإجمالي 85%، كما سيكون لدينا مزارع للرياح على اليابسة وستزودنا بنحو 15% من الإجمالي. تحلية المياه عبر التناضح العكسي ومن خلال الطاقات المتجددة أيضا مشروع نوعي ليس فقط في المنطقة ولكن أيضا عالمياً. حدثنا أكثر عنه. أعتقد وكما أشرت أنت وأصبت قبل قليل بأنه سيكون من الغريب لنا بألا نستخدم الطاقات المتجددة في إنتاج المياه المحلاة عبر تقنية التناضح العكسي، وهي عملية تحلية للمياه تستهلك كميات معتبرة من الطاقة، ولكن وكما أسلفت سابقا فإننا ملتزمون بالاعتماد 100% على الطاقات المتجددة، لذا سنستخدم الطاقة الشمسية أيضا في تحلية المياه لإنتاج المياه الصالحة للشرب التي سيحتاجها المشروع، ونعتقد أن هذا هو القرار الصائب لديمومة كوكبنا الذي نعيش فيه على المدى البعيد. إدارة المخلفات أمر هام بالنسبة لكم حتى خلال عملية الإنشاءات، ما هي الحلول التي سيتم تطبيقها على هذا الصعيد وكيف سيتم إعادة استخدام تلك المخلفات؟ المخلفات جانب مهم وهي إحدى التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. نحن ملتزمون بإدارة مخلفاتنا ليس فقط عند تشغيل الوجهة ولكن كما ذكرت أنت خلال عملية الإنشاءات أيضا. التزامنا الرئيسي هو صفر مخلفات إلى المطامر، وعقد الشراكة العام والخاص الذي وقعناه يمضي في نفس الاتجاه ويحقق ذلك. سنقوم بتدوير ما هو قابل للتدوير وما هو غير قابل نقوم بحرقه لإنتاج الطاقة، لكن تعهدنا الأساسي هو صفر مخلفات إلى المطامر. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. للمزيد تابعونا على تويتر على العربية _BN، وزوروا موقعنا على الإنترنت العربية .net/الأسواق. نلتقيكم في الأسبوع المقبل.